السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الورد على عيون أحلى مشاهدين مشاهدي شبكة تلفزيون النهار. حلقة جديدة من آخر النهار، حلقة يوم الأربع 10 إبريل 2019 من الميلاد. النهاردة حلقة دسمة ومختلفة وفيها أخبار كتير، وطبعا فيها فقرتنا الثابتة كل أربع، خناقة تامر وياسمين آدم وحواء حوالين المشاكل الزوجية. خلوني قبل ما أبدأ محركم الأخبار أزف خبر جيد جدا على المستوى الرياضي. النهاردة في إنجاز مهم، والحقيقة أنا حبيت أبدأ بيه الحلقة علشان الناس يعني أنصحها أنه لازم نبقى مركزين في مجهود الناس اللي بيتبذل ونديله قدره من الاهتمام والدعم والتشجيع. يعني مثلا الأهلوية كلهم ويمكن الشعب المصري كله حزن واتصدم جدا لما الأهلي خسر من فريق سان داونز يوم السبت اللي فات بالخماسية الصعبة جدا واللي اتسمت يعني فضيحة كبيرة في بطولة أفريقيا للأندية الأبطال في كرة القدم. مظبوط مظبوط. وسبب الحزن مش بس الهزيمة الكبيرة أو بفارق الأهداف الكبير، لا، السبب الحزن الرئيسي أنه آمال البطولة بتتبخر. آمال البطولة بتتبخر، الناس قالت لك صعب جدا شبه مستحيل ان الاهلي يرجع يكسب 6-0، خصوصا ان فرقه سان داونز الجنوب افريقيه فرقه قويه. فالسبب الرئيسي للحزن ان البطوله راحت، وعندهم حق. بس كمان واحنا زعلانين قوي كده لازم على قدر هذا الحزن الشديد يبقى فيه فرح شديد شديد وكبير جدا النهارده، لان النهارده في بطوله افريقيه دخلت خزائن النادي الاهلي. بطوله افريقيا لا تقل ابدا عن البطوله الافريقيه اللي كان بيلعب فيها النادي الاهلي في كره القدم. النهارده النادي الاهلي فاز ببطوله البطوله الافريقيه في الكره الطائره رجال اللي كانت بتقام في الصاله المغطاه بالنادي الاهلي اللي هي صاله الامير عبد الله الفيصل. كانت النهارده المباراه النهائيه وكان نهائي مصري خالص، كان النادي الاهلي بيلاعب فريق سموحه المصري السكندري، والاهلي استطاع انه يكسب 3-0 واكتسح المباراة واكتسح البطولة واداء ولا اروع. الاهلي النهاردة بطل افريقيا في الكرة الطائرة وملك الصالات، بطل افريقيا في الكرة الطائرة وملك الصالات والنادي الاكثر تتويجا في الكرة الطائرة، النادي الاكثر تتويجا في الكرة الطائرة. ده خبر يستحق الفرحة، كأن الأهلي بالظبط كسب في كرة القدم بطولة أفريقيا اللي الناس بتنزل في الشوارع وبيبقى في حالة فرح لمدة 3-4 أيام والقهوة بتزيد ومظاهرات فرح في الشوارع ومكافآت بالملايين. فأنا أتمنى يبقى في حالة من حالات العدل في الفرح أو في الحزن. زعلانين على تبخر آمال البطولة الأفريقية في كرة القدم، بس النادي الأهلي ورجالته في الفولي بول في الطايرة جابوا لنا بطولة أفريقيا. لازم الناس تفرح، ولازم الإعلام يهتم جدا، ولازم النهاردة البرامج الرياضية والقنوات الرياضية اللي موجودة في مصر تخصص بث كامل ومساحات كبيرة للاحتفال بهذا الإنجاز والاحتفاء بأبطال أفريقيا في الكرة الطائرة. مش بس عشان ده العدل، كمان عشان الولاد دول اللي بذلوا الجهد وفرحوا مصر وأصبحوا أسياد القارة الإفريقية في الفولي بول لازم يحسوا بده، لازم يحسوا ان هم عملوا حق. سيبك يا سيدي ان مفيش مكافآت بالملايين، انا عارف ان في العاب شهيده اللي هي زي الباسكت والفولي بول والهاند بول والمش عارف ايه والايه، الولاد بيعملوا انجازات رائعه وما بياخدوش غير ملاليم غير الملايين اللي بياخدوها بتاع كره القدم، وفي نفس الوقت الاعلام كمان بيهتمش بيهم بالقدر الكافي. فانا اتمنى النهارده انها تبقى ليله فرح في كل الاوساط الرياضيه وعند الشعب المصري وعند جمهور النادي الاهلي تحديدا بسيادة الكرة الإفريقية للطائرة. يستحقوا مليون مبروك رجالة يا لعيبة النادي الأهلي، وشرفتونا ورفعتوا راسنا واستعدتوا جزء كبير من الهيبة. ودي النقطة بقى المهمة التانية، إن هذا الانتصار الحقيقة سبحان الله، يعني ربنا بيسبب الأسباب، ربنا بيسبب الأسباب. توقيت الانتصار النهاردة توقيت في منتهى الروعة، في منتهى الروعة. يعني لو الاهلي ومجلس ادارته
هو اللي بيظبط، استغفر الله العظيم، طبعا ربنا هو اللي بيقدر الاقدار وبيسبب الاسباب، لكن لو نادي الاهلي ومجلس ادارته هو اللي بيظبط التوقيتات وقال لك لا قدر الله لو في مشكله كبيره هتحصل زي بتاعه سان داونز دي، طب نعمل ايه بعدها على طول عشان يمسح هذه الصفعه او هذا الالم ويعيد هيبه وكبرياء النادي الاهلي، عمره ما هيظبطها التظبيطه دي. عشان كده ربنا رحيم بنا وبالاهلاويه وبالرياضه المصريه. بعد ايام من الفضيحه المدويه بتاعه سان داونز، الاهلي يحصل على عرش افريقيا في الكره الطائره، فده انتصار معنوي قبل ما يكون انتصار رياضي على ارض الملعب في الفولي بول، ورفع فظيع للروح المعنويه لجمهور القلعه الحمراء، لان انتوا عارفين الاهلاوي مش بيشجع بس الاهلي في كره القدم، الاهلاوي منتمي للكيان، فبيشجع الاهلي في كره القدم وفي الباسكت وفي الهاندبول وفي السباحه وفي كره الميه وفي الاسكواش وفي كل الالعاب. فالكسره اللي حصلت يوم السبت اللي فات حصل بعديها انتفاضه النهارده كبيره جدا بالحصول على العرش الافريقي. النقطه الثالثه، الملاحظه الثالثه، هو جمهور النادي الاهلي النهارده اللي كان موجود في الصاله المغطاه بالنادي الاهلي. ايه اللوحه اللي اترسمت دي؟ انا الحقيقه كنت بتفرج على المباراه على قناه النادي الاهلي اللي كانت واخده حقوق البث للبطوله. الحقيقه كنت بتفرج على المباراه، كنت بسيب المباراه نفسها واقعد اتفرج على الكرنفال اللي موجود في المدرجات. جمهور المفروض بقى كنت متوقع ان هو يبقى مكسور، محدش يروح للاهلاويه زعلانين من اللي حصل السبت اللي فات، ولا حاجه. جمهور يحرك الصخر واغاني واهازيج، ونص الهتافات لابطالنا في الفولي بول، والنص الثاني تشجيع ودعم للعبت الكوره في موقعه يوم السبت اللي جاي. والحقيقه كنت سعيد كمان انه الاهازيج والاغاني والهتافات اللي بتتقال علشان تحمس لعبت الاهلي في مباراه الاعتبار ورد الاعتبار والهيبه بتاعت السبت اللي جاي مع سان داونز ما فيهاش تحملهم فوق طاقتهم، ما فيهاش اللي فكره لازم تكسبوا 6-0 وهنولع فيكم لو ما صعدتوش وتجاوزتوا العقبه بتاعت سان داونز، خالص خالص. الحقيقه جمهور ذكي وواعي بامتياز، ياخد نقطه الامتياز مع مرتبه الشرف في الفهم والوعي الرياضي. الهتافات كلها معناها العبوا وكونوا رجاله واللي يحصل يحصل، واحنا معاكم على الخير والشر وفي الفوز والهزيمه، بل بالعكس معاكوا في الهزيمه قبل الفوز، لان دوري ان انا اقف معاك في وقت الشده قبل ما افرح معاك في وقت الفرح والانتصار. فالحقيقه شابوه شابوه وقبعه ارفعها وتعظيم سلام مني لجمهور النادي الاهلي بصفه عامه، والالاف اللي كانت موجوده النهارده في الصاله المغطاه للفولي بول رسموا لوحه من التشجيع الرياضي المسالم المحترم المحترم والمتسامح واللطيف اللي بدون شتيمه شتيمة وبدون سب وبدون تطاول وبدون تجاوز لا على أندية أخرى ولا على شخصيات ولا على ولا على ولا على، تشجيع بس للفانيلا الحمراء وللكيان الأحمر. مليون مليون تعظيم سلام لجمهور النادي الأهلي الواعي اللي عارف دوره دلوقتي. بصوا اليافطة اللطيفة دي، جمهور الأهلي واثق فيكم، 6-0 سهل عليكم. هتقولوا لي صعبه؟ هقول لكم طبعا صعبه، ومش عايز اقول بس صعبه، هي شبه مستحيله كمان، شبه، ما فيش حاجه مستحيل طبعا، ما فيش حاجه مستحيل في كره القدم. وكمان انا اتعلمت ان المستحيل ليس اهلاويا، المستحيل ليس اهلاويا، بس هي شبه مستحيله. ليه شبه مستحيله؟ فرق كبير ان انت تبقى بتنزل تلعب عادي والكرة تمشي معاك فتكسب 5 و6 وممكن 7 كمان، زي ما حصل قبل كده مثلا من سنة ونص تقريبا لما كنا بنلعب في افريقيا مع النجم الساحلي. بس الفرق هنا ان انت ما كنتش نازل عشان عايز تكسب 6، انت النجم الساحلي كنت مغلوب هناك 2-1 في تونس، ومباراة العودة كنت محتاج تكسب 1-0. ربنا كرمك وعلي معلول جاب جون في اول دقيقة، وبعديها بخمس دقايق وليد ازارو ربنا فك نحسه قام جايب جونين ورا بعض في الشوط الاول، خلص 3-0. الشوط الثاني ابتدى بجون فبقيت 4، مش عارف ايه، خامس في السادس مشيت معاك، بس انت كنت بتلعب مستمتع والدنيا ماشيه معاك ومش فارقه معاك تجيب جون تضيع جون. لكن لما تنزل من صفاره الحكم الاولانيه وانت هدفك الاساسي بس ان انت تكسب 6
واي حاجه غير سته، حتى لو سته واحد، تخيلوا لو سته واحد، تخيلوا يعني الاهلي لو كسب سته واحد وعمل ماتش عمره يخرج بره برضه بره البطوله، لان هو خسران 5-0، فالجون اللي هيجيبه صن داونز هنا باتنين، فيا اما تكسب 5-0 سك وتروح لضربات جزاء، يا اما تكسب 6-0 سك، يا اما بقى 7-1 لو هم جابوا جون تضطر انت تبقى 7. فعشان كده بقول لكم صعبه جدا، والضغط العصبي على اللعيبه، اللي هو اللعيب اللي هيضيع فرصه هيبقى عايز يولع في نفسه لانه عارف ان الجمهور هيبقى عايز ياكله وكذا. فهي عشان كده صعبه جدا انت تنزل والتارجت بتاعك 6-0، لكن عادي جدا انت تنزل وتلعب وبتاع وتمشي معاك وتيجي، بس من غير ما يبقى فوره. الماتش اللي جاي بتاع يوم السبت الجاي ده مش ماتش عادي في كره القدم، دي فوره، فوره لازم توصل فيها لسته والا تخسر. بس ده مش مهم، اللوحه اللي احنا جبناها لحضراتكم معناها انه ايه الثقه اللي عند جمهور الاهلي في لعيبته دي، وايه ميراث الطويل من الثقه والمسؤوليه والاعتماد اللي جمهور الاهلي شايله طول الوقت لفرقته. عمره ما بييأس، وعمره ما بينكسر، وعمره بيقول لا فرقتنا ما تقدرش. عنده ثقة عمياء في فرقته حتى لو كان الأداء نص نص أو مش قوي. شيء الحقيقة رائع يستحق التحية. والناس اللي مش فاهمة يعني إيه روح الفانيلا الحمراء، والناس اللي مش فاهمة الكيمياء اللي ما بين جمهور الأهلي والكيان اللي اسمه الأهلي، ولما بنقول الأهلي فوق الجميع مش قصدنا فوق جميع حد، لا فوق جميع أبنائه، لأن الكيان والنادي هو الأهم من كل الأشخاص ومن كل المصالح. هي دي التركيبة اللي بتعمل الانتصارات وبتعمل البطولات وبتعمل الريمونتادا وبتعمل الكامباك وبتعمل البلاس 90 وبتعمل الانتصارات اللي في الثانية الأخيرة، واللي بتخلي طول الوقت الناس كلها سواء في أفريقيا أو في العالم العربي تبص للأهلي باعتباره الكبير، باعتباره الأب الروحي للكرة العربية والإفريقية، اللي كل الأندية تتمنى تتمنى تبقى مكان الأهلي. وبالمناسبة الأهلي دلوقتي بيلعب مباراة مهمة في الدوري مع نادي مصر المقصة، مباراة مهمة جدا، والحقيقة توقيتها صعب. يعني بعيدا عن الصراع بقى اللي في الدوري ما بين الأهلي والزمالك وبيراميدز كمان بعد ما كسب مباراة الإسماعيلي هذا الأسبوع، بيراميدز دخل بشدة في المنافسة، متهيألي فرق نقطة نقطتين عن الأهلي وثلاث نقط أربع نقط عن الزمالك، يعني الثلاثي بقى عنده فرص قوية في بطولة الدوري العام. بس توقيت مباراة الأهلي النهاردة صعبة جدا، الأهلي جاي من خسارة كبيرة بتاعت صن داونز، وعنده مباراة الريمونتادا التاريخية أو العودة التاريخية معانا يوم السبت. فالنهاردة اللعيبة هتبقى عارف بيقول لك صاحب بالين كداب، اللي هو مركز النهاردة إنه لازم يكسب الماتش وما يضيعش نقطة من التلات نقط عشان ما يخسرش صراع الدوري وتبقى إحباط تاني بعد الإحباط بتاع صن داونز. ونص دماغه او يمكن اكتر من نص دماغه مركزه في ماتش يوم السبت علشان العوده والاعتبار وكذا. فشيء صعب، وانا اتمنى من جمهور الاهلي يعني يبقى داعم، وايا كانت نتيجه مباراه النهارده كمان يفضل داعم، لان الولاد ربنا يكون في عونهم. الضغط النفسي والعصبي عليهم النهارده والسبت فظيع فظيع، ربنا يعدي اليومين دول على خير. قبل ما نخلص الكلام في الكوره علشان يبقى الملف الرياضي كله اتقفل، بكره هتقام قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم اللي هتنظمها مصر في صيف هذا العام إن شاء الله في نهاية شهر يونيو. القرعة ستقام عند صفح الهرم، وفي كلام كتير عن إنه القرعة لوحدها هتبقى الواجهة الأجمل اللي هتقول لنا إنه إن شاء الله مصر هتنظم البطولة الأعظم في تاريخ الأمم الإفريقية وكؤوسها. الكابتن محمد فضل الرجل المحترم والخلوق مدير البطولة معي على الهاتف. مساء الخير يا كابتن فضل. مساء النور، ازي حضرتك؟ ازي حضرتك انت؟ الحمد لله كله كويس الحمد لله. قلبي معاك، وانا عارف انه خلاص الانفاس بقى ابتدت صوتها يرتفع علشان دخلنا في الجد. لا الحمد لله طبعا كله كويس، وان شاء الله اللي جاي يبقى كويس والبطوله تبقى منظمه كده ويبقى القرعه حفل القرعه يبقى شكل محترم ان شاء الله. يا رب. قول لي الترتيبات الاخيره واحنا في ليله اجراء القرعه. لا احنا القرعه يوم الجمعه ان شاء الله 4 باذن الله ان شاء الله. يعني طبعا لا احنا قبل الليله بتاعت اجراء القرعه معلش. تمام. احنا حضرتك طبعا يعني ابتدينا الاول قبل القرعه ابتدينا نستضيف او نستقبل الوفود والساده المدعوين طبعا من المطار، فتم تخصيص الساعه 4 مطار القاهره
والحمد لله طبعا دي كانت دي اول مره تحصل في العالم ان يبقى في صاله مخصصه لكاس الامم الافريقيه او البطوله يعني، ودي حاجه الحمد لله طبعا. وبشكر طبعا وبنشكر مصر للطيران وزير الطيران عليها طبعا، وزير الطيران اللي هو احمد جنينه طبعا، انا رحت يعني طبعًا. رحت قابلته وانا كل حاجه بطلبها بتنفذ يعني، فدي حاجه لا ناس محترمه جدا سواء وزير الطيران او اللواء جنينه، الاثنين الحقيقه وطنيين طبعًا. حتى الثماله دي حاجه. وبعد كده طبعا عشان هو حضرتك عارف الانطباع الاول مهم جدا وبيدوم، فاحنا كنا مركزين على كده. وبعد كده دخلنا كان عندنا النهارده ورك شوب للفرق، اول مره بقى في 24 منتخب كان في ممثلين المنتخبات النهارده، فالورك شوب كنا بنقول بتعمل قرعه كده ان كل منتخب الفندق بتاعه زائد الملعب التدريب بتاعه، فدي حاجه كانت اول مره تحصل يبقى في 24 ملعب، وده بيعكس ان احنا الحمد لله عندنا انفراستراكشر محترمه طبعا، بنيه تحتيه محترمه جدا طبعا، فدي حاجه مثلا. وبعد كده بقى ان شاء الله باذن الله كده طبعا في اجتماعات دلوقتي، في ورك شوبس كتير جدا بتحصل يعني عشان بس البطوله تبقى عامله ازاي، السياسه العامه بيبقى في حاجات دي طبعا من قبل الاتحاد الافريقي تمام، والاستعداد بقى النهائي ان شاء الله يوم الجمعه. الترتيبات بتاعت الحفل يعني عندك عناوين عنها، هيبدا ازاي، مين اللي هيقدم الحفل، هل في فقره فنيه مفيش فقره فنيه، اجراءات القرعه مين اللي هيسحب القرعه؟ اقول لحضرتك حاجات بس ايه يعني، في حاجات طبعا مش هقدر اقولها، انا عارف في حاجات هتبقى يعني مفاجاه. لا يعني مش مفاجاه بس يفضل يعني تبقى اثناء القرعه يعني ماشي. دايما بتبقى يعني بتبقى حاجه اثناء القرعه تبقى باينه. انا 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 راضي بالمسموح بيه. طيب المسموح بيه ان هو دايما البروتوكول بيبقى فيه طبعا يعني بيبقى فيه طبعا الدعوات، احنا عندنا انفنتينو طبعا هيكون متواجد ان شاء الله، رئيس الاتحاد طبعا السيد احمد هيبقى موجود طبعا رئيس. كابتن هاني موجود طبعا تمام، وفي يعني بدون الدخول في التفاصيل بس هيبقى فيه من كبار مسؤولي الدوله كويس. اتكلم على الناحيه الفنيه اهم أي. في طبعا هيبقى فيه يعني احنا عاملين معايير يعني ده اختيار الساده المدعوين، انا بتكلم معايير الفنيات مفهوم يعني ان طبعا كله هيقول اشمعنى ليه، طب ده ليه صح، طب ده ما جاش ليه، احنا قلنا ان اللاعبين اللي شاركوا في احراز مصر يعني في احراز بطوله كاس امم افريقيه تمام، فاحنا بنتكلم في سنه 57 59 98 2006 2008 2010 و86 طبعا الشيخ طه ممثل لسنه 59 ان شاء الله باذن الله دكتور طه يكون موجود معانا تمام، وفي عندنا 98 زي ما قلت لحضرتك لغايه 2010 مظبوط، وبالاجهزه الفنيه وطبعا رؤساء مجلس اداره الاتحاد السابقين أي. وطبعا بعض الوزراء السابقين وهي دي المعايير اللي احنا بنختارها، واعضاء مجلس اداره اتحاد الكوره طبعا مظبوط يعني، فاحنا فعلا في سباق مع الزمن ان احنا عندنا الاتحاد الافريقي طبعا واخد كوتا معينه من الدعوات، رفعنا عدد الصحفيين او الميديا من 120 ل 180، ودي طبعا انت حضرتك بتتكلم في 700 مدعو، فما يبقى عندك 180 صحفي او بتتكلم في حوالي 30 25% 30% تقريبا صحيح، فده دي نسبه كبيره جدا. البروتوكول بيقول ان طبعا بعد يعني ظهور مقدمي حفل القرعه يبقى في طبعا كلمه رئيس الاتحاد المصري، ثم كلمة بعد كده فقرة فنية، كلمة رئيس الاتحاد الافريقي فقرة فنية، ثم ممثل الدولة فقرة فنية، وبعد كده بيبقى اجراءات القرعة بيتسلم المسرح الاتحاد الافريقي طبعا اجراءات القرعة ثم بقى عشاء ثم عشاء بالظبط. مصر محطوطة بصفتها الدولة المضيفة في التصنيف الاول، هتبقى على راس مجموعة طبعا 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 مصر يعني هم اكتر يعني الاثنين اللي هو 100% طبعا مصر والكاميرون مظبوط، يعني هو الكلام ان مصر والكاميرون وغالبا تونس وغالبا غانا وغالبا كوت ديفوار، يعني هي دي الاقرب الى تصدر المجموعات يعني او وضعهم على بكره في طبعا بكره هيبقى في طبعا يعني ورك شوب كل الحاجات ده طبعا يعني خلاص هتظهر بقى بشكل رسمي طبعا بما فيها كمان برضو الماتشات هتبقى عامله ازاي، احنا عندنا 52 مباراة عندنا الأول طبعا من 1 ل 36 وبعد كده من 37 ل 52 صح. الجدول هيظهر بكرة خلاص كل حاجة تبقى إن شاء الله بإذن الله خلاص اليومين الجايين دول هيبقى كل حاجة واضحة والناس هتبتدي تحس بكأس الأمم الأفريقية إن شاء الله. أنت شخصيا مطمن؟ أنت إيدك في المطبخ أنت مطمن؟ عمري
لا لا، عمري ما هطمن يعني، عمري ما هطمن غير ما يبقى منتخب مصر باذن الله. ما بكلمش تنظيميا، بتكلم ان احنا يعني طبعا طبعا يعني الواحد دايما بيحب يبقى عنده طموح، فمش الطموح هو النجاح في التنظيم، الطموح هو النجاح في احراز بطوله. فدي الاثنين الاثنين يعني، احنا عندنا الدور طبعًا التنظيمي، وكمان توفيق ربنا ان شاء الله يكون حالفنا، والنجاح الفني يحالف النجاح التنظيمي. مهم، كل ده مهم، مهم جدا جدا يعني. فان شاء الله باذن الله الواحد يعني دايما قلقان، بس طبعا في خبرات كبيره جدا جدا الواحد بيتعلم منها. الدوله فعلا فعلا والله بجد عاملين سبورت قوي جدا، قطاعات الدوله طبعا كله بيقدر يعني، كله بيحاول يعمل اقصى حاجه عنده. لا وانا حقيقة كمان لما بسال عنك، عارف حلوه بسال عنك دي الحقيقه، كل الناس بتشيد بتشيد بيك وبيقولوا يعني بخلاف الطاقه والتجدد والفكر الجديد، كمان يبدو وكأنك عندك خبرات كثيرة عملتها، فده حاجة تسعدنا، وده يخلي عندنا ثقة ان شاء الله ان انت مع الفريق اللي معاك هتعملوا لنا حاجة تشرف اسم مصر ان شاء الله. بإذن الله ان شاء الله طبعا، وبشكر حضرتك، وان شاء الله تبقى حاجة بداية يعني مش هقول لحضرتك حاجة مميزة، بس تبقى بداية خير ان شاء الله، بداية نجاح لتنظيم تبقى اقوى بطولة في تاريخ يا رب. يعني مش افريقيا بس، احنا انا قلت قبل كده ما توسعهاش قوي، ما توسعهاش قوي يا كابتن فاضل، خليها في افريقيا الاول. عمري ما اوسعها، لا ما انا لسه هقول لحضرتك حاجه، احنا غيرانين من روسيا، ودي حاجه كويسه مش وحشه على فكره. صح امكانيات كتيره، وقت كتير قوي، روسيا عندها الوقت كبير جدا. مظبوط، لكن احنا ما عندناش الوقت، دي حاجه. امكانياتنا عندنا الامكانيات، بس في ظل الوقت القصير جدا. طموحنا حاجه واحده، ان احنا نقدر بدل ما نحقق حاجه او حاجتين جديده نحاول نعمل 10 15 حاجه جديده. برافو عليك، هو ده طموحنا، وده طموح مشروع، وانا اعتقد ان شاء الله ربنا هيوفقنا ان احنا نحققه. بشكرك شكرا جزيلا كابتن محمد فضل، مدير بطوله كاس الامم الافريقيه مصر 2019، وان شاء الله يوم الجمعه تحت سفح الاهرامات، واحده من عجائب الدنيا السبع، يكون كمان في ابهار بالقرعه، وتبقى مقدمه جيدة جدا لبطولة أمم أفريقية، إن شاء الله تنجح على المستوى التنظيمي وتنجح على المستوى الفني كمان، ومنتخب مصر يحصل عليها. وأنا بضم صوتي الحقيقة صوت الكابتن فضل في فكرة الشكر لكل الجهات والهيئات والوزارات والمصالح الحكومية التابعة للدولة، لأن أنا الحقيقة متابع، أنتوا عارفين أنا بحب الكرة بشكل عام يعني، فأنا متابع الإجراءات والاستعدادات. الدولة كلها موفق. إيه يا راجل بجد؟ يا كرم الله، الاهلي جاب جون، مش بقول لكم هترزق، الاهلي جاب جون الحمد لله دلوقتي 1-0 الاهلي على المقص، ربنا يتمنها على خير. مين اللي جابه؟ حمدي فتحي الهاف ديفندر. طب والله دي حاجه عظيمه، ان شاء الله يكون اكرامي اللي جابه، المهم ان يجي جون، وحلو قوي على كده. بقيت الاجوان بقى حوشوها ليوم السبت يا اهلاويه. فبشكر اجهزه الدوله الحقيقه على المساعده الكبيره، وزي ما قال الكابتن فضل وزير الطيران ووزارة الطيران المدني والمسؤولين والقيادات الحقيقة موفرين تسهيلات ودعم يعني ما حصلتش. أنا حضرت بطولات كتير ومؤتمرات كتير وأحداث سواء فنية أو رياضية أو سياسية في معظم دول العالم، عمري ما شفت مطار بيخصص صالة كاملة لحدث أو لضيوف الحدث، بيجوا بيبقى فيه استقبال، لكن صالة كاملة تخصص لضيوف حدث محدد، دي أول مرة تحصل في تاريخ الاستضافات سواء الرياضية أو السياسية. فأنا بشكر طبعا معالي وزير الطيران واللواء جنينة واللواء الزيات وسامح حفني، الحقيقة رئيس سلطة الطيران المدني، كلهم الحقيقة عاملين شغل ممتاز جدا ويستحقوا التحية، وكمان معهم باقي الهيئات، بس كل هيئة هتعمل حاجة هنشكرها تبع. ادعوا له تكمل على خير، انتوا عارفين طبعا أنا بتكلم على مين، النسر الأحمر. هنروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع نكمل ما تبقى من آخر النهار.
شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مأدبة العشاء التي أقامتها غرفة التجارة الأمريكية على شرف سيادته، وذلك بمقر الغرفة في العاصمة الأمريكية واشنطن، وبحضور كل من النائب الأول لرئيس الغرفة التجارية الأمريكية ورئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي، بالإضافة إلى رؤساء ومدير العديد من كبرى الشركات الأمريكية. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن العشاء شهد حوارا مفتوحا مع ممثلي قطاع الأعمال الأمريكي الحاضرين والذين أبدوا اهتماما بالعمل في مصر أو التوسع في مشروعاتهم القائمة، حيث أكد السيد الرئيس حرص مصر على التواصل المستمر مع المستثمرين للتعرف على المشاكل والمعوقات التي تواجههم والعمل على حلها وتذليل كافة العقبات أمامهم، معربا سيادته عن تقديره للدور الذي تقوم به غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال المصري الأمريكي في دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والولايات المتحدة، ومشيرا إلى أهمية دور القطاع الخاص في هذا الإطار كقاطرة للنمو من خلال زيادة الاستثمارات ونقل المعرفة والخبرات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. أهلا بحضراتكم، عدنا بعد الفاصل. التقرير السريع اللي احنا شفناه كان عن اللقاء المهم اللي أجراه الرئيس عبد الفتاح السيسي في الولايات المتحدة الأمريكية مع غرفة التجارة الأمريكية، وده كان لقاء في غاية الأهمية يتم ترتيبه وإقامته، لأنه احنا محتاجين نزود جدا في جذب الاستثمارات الأمريكية. الاقتصاد الأمريكي واحد من أهم الاقتصاديات في العالم، والاستثمار الأمريكي استثمار مهم ومتعدد ومتنوع وعابر للقارات، زي ما بيقولوا في الكورة كده، عابرة للقارات. الاستثمار الأمريكي من الاستثمارات المهمة والكبيرة والعملاقة في العالم، واللي بيفيد أي سوق يخش فيه. فكان من المهم أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتواصل مع غرفة التجارة الأمريكية اللي هي المظلة التي يعني تعنى بفكرة الاستثمار الأمريكي والتجارة الأمريكية ورجال الأعمال والشركات الأمريكية. وأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والوفد المرافق له عرضوا على الجانب الأمريكي فرص الاستثمار ومناخ الاستثمار اللي تحسن كثيرا بفضل إجراءات الإصلاح الاقتصادي وتيسير عمليات الاستثمار والإجراءات التي تخص المستثمرين، وعرض عليهم كمان المشروعات اللي بتقام في مصر من أجل مشاركة القطاع الخاص الأمريكي في هذه المشروعات. فده كان واحد من أهم النشاطات اللي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته للولايات المتحدة الأمريكية، ده طبعا بخلاف الجانب السياسي واللي توج بالأمس بالقمة المصرية الأمريكية اللي عقدت بين الرئيسين دونالد ترامب وعبد الفتاح السيسي، واللي كانت بتشمل معظم الجوانب السياسية المتعلقة بالمنطقة. وزي ما كان معنا امبارح في المداخلة المهمة اللي تشارك فيها معنا السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، واللي كان أول تصريح يخرج به عقب القمة كان لبرنامج آخر النهار، واللي قال فيه أنه كان فيه توافق كبير في وجهات النظر، وكان فيه استعراض لكل الملفات، ومصر عرضت على الرئيس الأمريكي مواقفها ووجهات نظرها والسيناريوهات اللي وضعها السياسة الخارجية المصرية في كل الملفات الساخنة في المنطقة، خصوصا ما يتعلق طبعا بالملف السوري والملف اليمني والملف الليبي، وطبعا القضية الأهم في الوطن العربي والشرق الأوسط وهي الصراع العربي الإسرائيلي أو الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والإشادات المهمة اللي قالها دونالد ترامب امبارح المتعلقة بالمناخ بتاع حريات العبادة وإقامة دور العبادة والتسامح الديني اللي بتكفله الدولة المصرية الآن بشكل كبير جدا. وأشاد طبعا الإشادة الكبرى، وأنا قلت لكم إن ده واحد من الاهتمامات الخاصة واللي تحتل أولوية كبيرة جدا عند الإدارة الأمريكية وعند ترامب شخصيا، وهو ملف مكافحة الإرهاب. ترامب قال كده أنه أنا أحيي الجهود التي يبذلها السيسي والدولة المصرية بكل مؤسساتها والنجاحات الكبيرة اللي بتعملها في مكافحة الإرهاب. وأنا بقولت لكم مرارا وتكرارا أن مصر تحارب الإرهاب نيابة عن العالم، مصر تحارب الإرهاب نيابة عن العالم. العالم كله بيتكلم عن مكافحة الإرهاب، العالم كله بينادي بمكافحة الإرهاب، العالم كله بيعمل مؤتمرات عن مكافحة الإرهاب وتحليل الإرهاب وجذور الإرهاب وتجفيف منابع الإرهاب ومين اللي بيدعم الإرهاب، كله معظمه كلام كلام كلام. أما الدولة الوحيدة اللي على الجبهة وبتحارب الإرهاب فعلا مش قولا ولا كلاما هي
جمهورية مصر العربية، ومش باعترافنا، ده باعتراف أكبر دولة في العالم وأكبر أو رئيس أكبر دولة في العالم، وهو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأنا نفسي الحقيقة أن الأمم المتحدة والجمعيات والمؤسسات والدول تبقى متضامنة أكتر، وفي جرائات كتير كتير الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل المؤتمرات وفي كل الخطب الصحفية اللي كان بيقولها والإعلامية كان بيشدد على الحكاية دي. أرجوكم تجاوزوا مرحلة الكلام إلى مرحلة الفعل، والفعل ده كتير، منها أن أنت تقدر سواء الولايات المتحدة الأمريكية أو الأمم المتحدة أو باقي الدول الكبرى الفاعلة في الملفات العالمية تقدر أنها تجفف منابع الإرهاب. إحنا عارفين بشكل محدد الدول والأجهزة المخابراتية التابعة لهذه الدول اللي بتدعم الإرهاب، وعارفين الدول اللي بتحتضن الإرهابيين وتوفر لهم ملاذ وملجأ آمن، وعارفين الدول اللي بتمول الإرهابيين، وعارفين الدول اللي فتح أراضيها كمعسكرات لتدريب الجماعات المسلحة والإرهابيين، وعارفين الدول اللي بتشتري النفط والثروات المنهومة من الدول اللي بتستحوذ عليها داعش وباقي الجماعات الإرهابية وبتصرف عليها على تمويل السلاح وتدريب الإرهابيين. كل ده معروف، لا يوجد سر في هذا العالم، كله معروف. يبقى ان انت ما تتكلمش بقى، انت عارف ان فلان كذا وعارف ان كذا، تعمل زي ما بتهدد بتلويح بعقوبات على كذا وكذا تحت الملف ال دايما عامل زي الاكلاشيهات كده بتاعت حقوق الانسان. لا، الادعى ان انت تطبق عقوبات وتفرض حظر وتعمل ضغط على الدول اللي بجد بتدعم الارهاب، لان هي دي الشيطان الاكبر في هذا العالم، لانه ما فيش اكتر من ازهاق الارواح البريئة المدنية الآمنة. وعارفين طبعا حضراتكم بأنه الرئيس اختتم جولته للعاصمة الأمريكية واشنطن وغادرها بالفعل متوجها إلى كوت ديفوار الدولة الإفريقية، وده استكمال للجولة الإفريقية اللي كان بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسي بالفعل في غينيا. انتوا عارفين أنه هو غادر الرئيس القاهرة متوجها إلى غينيا وافتتح هناك جامعة جمال عبد الناصر وأزاح الستار عن تمثال جمال عبد الناصر ووقع مجموعة من الاتفاقات التجارية والتنموية مع الجانب الغيني، ثم ذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية للقاء القمة المصري الأمريكي، ثم عاد ليستكمل هذه الجولة وسيصل بإذن الله إلى جمهورية كوت ديفوار الإفريقية ويعقد مباحثات سياسية وبروتوكولات اقتصادية وتنموية وشراكة في مختلف المجالات مع الجانب الكوت ديفواري. طيب خلينا نروح لملف تاني متعلق بالشأن المحلي شوية، بس هو شأن محلي مهم من وجهة نظري. اللي بيحصل في وزارة النقل، اللي بيحصل في وزارة النقل في رأيي انه تجربة جديدة، وانا معلش يعني يمكن هتكلم عن وزارة النقل كتير خلال الفترة اللي فاتت والفترة اللي جاية، علشان انا مركز ومتابع قوي انه مش مجرد وزير جديد اسمه كامل الوزير تولى وزارة النقل وبيشتغل، ياما وزراء جديد جم وتولوا وكان زي ما بيقولوا كده الغربان الجديد له شدة وعملوا بعض الحاجات. لكن اللي انا شايفه من الوزير كامل الوزير وزير النقل الجديد ان في حالة مختلفة، في تجربة جديدة في الإدارة الحكومية لمرفق حكومي. إيه الحالة دي أو إيه التجربة دي؟ في رأيي أهم عنوان ليها أو أهم ملمح ليها هو كسر كل ما هو تقليدي. كسر كل ما هو تقليدي، يعني إيه كسر ما هو تقليدي؟ أي مسؤول حكومي خصوصا محافظ أو وزير لما بيجي يتولى المسؤولية، أولا يقول لك الناس اللي موجودة هي اللي لازم أفضل محافظ عليها وهي اللي لازم تشتغل أولا عشان تساعدني، رقم اتنين عشان ما تعملش عليا رباطية وتوقعني. وده بيبقى هاجس عند أي مسؤول جديد لما بيجي على مرفق حكومي سواء محافظة أو وزير، بل بالعكس في كثير من الأحيان حتى المسؤول بيسترضيهم، القيادات اللي معاه بيسترضيهم علشان ما يوقعوش، لأن بيقولك هم اللي ماسكين الملفات، هم اللي ايديهم في المطبخ، هم اللي معاهم الخيوط، هم اللي عارفين الدهاليز والتفاصيل. لكن الحقيقة كامل الوزير ما عملش كده، كامل الوزير جاي وقالك علي وعلى أعدائي. مين أعداء أي مسؤول؟ مش المساعدين بالمفروض اللي يكونوا هم الخط الدفاع بتاعه. أعداء أي مسؤول هي البطانة الفاسدة،
هي الشلالية، هي الروتين والبيروقراطية اللي بيستخدموا بعض المسؤولين وكبار المسؤولين في المحافظات أو في الوزارات علشان يبقى الريموت كنترول في إيديهم، مركز التحكم وجهاز التحكم في إيديهم، فيجي الوزير يمشي الوزير مش مهم، أنا في النهاية كمسؤول كوكيل وزارة ولا الرباطية دي هي الأساس. كابتن الوزير قال لا مفيش رباطية ومفيش شلالية ومش خاف من حد، ويعملوا اللي يعملوه، أنا زي ما بيقولوا كده مستبيع، لا هو باقي قوي على المنصب ولا كان طامح ليه، لا هو باقي على المنصب ولا هو كان طامح ليه، كان نفسه يبقى وزير. كامل الوزير كان اسمه وزير لوحده، كامل الوزير، وكان رئيس الهيئه الهندسيه ومسؤول عن مشروعات مصر، فبالتالي منصب وزير النقل ما كانش طموح وحلم قوي بالنسبه له، ده جه بتكليف من السيد رئيس الجمهوريه علشان ينقذ قطاع النقل وتحديدا هيئه السكه الحديد بعد طبعا المشاكل اللي حصلت والحادثه الكبيره اللي حصلت من شهرين او من شهر ونص في محطه سكه حديد مصر في رمسيس. فبالتالي جاي الراجل وقايل هنشتغل بس، واللي هيشتغل بس معايا هحطه على راسي. عشان كده اللي بيعمله خارج الصندوق بينزل وبيفتح ابواب وبيفتح اماكن مغلقه وبيقول لهم شباك التذاكر مش مفتوح بالشكل الكافي ليه، ومفيش حاجه اسمها تسطيح، الحاجه اللي احنا كانت الظاهره الابرز في القطارات المصريه على مدار سنوات طويله جدا ان اللي مسطحين فوق القطر اكتر من اللي راكبين بتذاكر تحت القطر، مش تحت القطر، جوه القطر يعني. فقال لهم مفيش حاجه اسمها كده، تسطيح يعني ايه؟ طب وروني كده حد هيسطح ازاي؟ طب وروني حد هيركب القطر من غير تذكره ازاي؟ طب وروني ان هيبقى في فوضى في المحطه ازاي؟ وشفتوا المنطق بتاع لما جرب الطفايات الحريق ولما جه ماسك الصواميل القديمه اللي بقى لها 40 سنه وقال لهم بتشتغل ولا لا، طب الباب ده لو حصل ازدحام هنا ولا حصل حريق هنا الباب ده هيفتح عشان يبقى مخرج طوارئ ولا لا، والجنزير والمفتاح مع مين؟ حاجات التفاصيل الصغيره اللي عمر ما وزير ولا مسؤول فكر فيها. عشان كده انا سعيد بهذه التجربه وهذه الحاله، واخرها اللي حصل امبارح ولا اول امبارح من الوزير كامل الوزير انه اعفى احد القيادات من منصبه، قال له لو سمحت قدم استقالتك بالادب كده، قدم استقالتك ليه؟ قال لك الاداء مش عاجبني، اللي هو رئيس الموانئ البريه والجافه في وزاره النقل، رئيس هيئه الموانئ البريه اسمها كده، الموانئ البريه والجافه في وزاره النقل، بعت له حد كده قال له معالي الوزير بيسلم عليك وبيقول لك متشكرين جدا وما تجيش بكره، فبدل ما يبقى اقاله قدم انت استقاله عشان يبقى منظرك كويس، لانه الاداء مش عاجبنا والوزير هيحط حد مكانك يعمل معدلات الاداء الطموحه اللي احنا عايزينها. ده كلام ما كانش بيحصل. فانا بقول لكم ان انا سعيد بالتجربه وبالحاله جدا، علشان هو ده اللي المفروض يحصل في كل القطاعات من كل مسؤول او وزير او محافظ او رئيس حي. وانا قلتها من زمان ولسه بقولها وسعيد ان في حد بيطبقها. المسؤول الكبير مكانه مش على المكتب. انا عارف ان المكتب له اغراء، وكرسي المكتب مريح ووفير، والناس اللي داخله والناس اللي خارجه والبوسطه والاختام واللجان واللجان المنبثقه عن اللجان، كل ده حلو ومغري وجذاب وبيلمع كده، بس انا في رايي ان كل ده معطل، كل ده معوق عن العمل. رئيس المنظومه لازم يبقى ايده في كل فرع صغير من فروع المنظومه، والا يبقى رئيسها ازاي؟ رئيس منظومه يبقى قاعد في المكتب بين اربع حيطان وما يعرفش حاجه عن المنظومه اللي هو بيديرها ازاي؟ وده اللي كان بيحصل. عشان كده لما كنا بنقول يا مسؤولين سيبوا مكاتبكم وسيبوا التكييفات وسيبوا القعده المريحه على المكاتب وانزلوا، مجرد النزول، مجرد النزول والوقوف في الميدان العمل بتاع المرفق اللي انت مسؤول عنه هيفرق السما من العمى. لما الموظفين الصغيرين يلاقوا الوزير المسؤول واقف معاهم وبيشد على ايديهم وبيقول له لا انت مقصر اوعى نفسك، ولا انت كويس برافو عليك وشد حيلك ونعمل كذا وما نعملش كذا، لو هو متكاسل سنة مش هيتكاسل، لو هو بيشتغل ب50% من طاقته هيشتغل ب100 او ب200% من طاقته. هي سنة الحياة كده، سنة الحياة كده. والله لو بايدي، لو بايدي انا ما عملش مكاتب للمسؤولين، لو بايدي الوزير ما يبقالوش المكتب عشان يفضل يتنقل ويروح ويجي بس في المرافق اللي هو مسؤول عنها، لكن طول ما له المكتب وقاعد في المكتب اللي بره المكتب ده بقى اهم ما يتلم ما حدش يعرف عنه حاجه. فانا بحيي الحقيقه الوزير كامل الوزير، وبدعو وبدعو الاخرين
ان هم يعملوا زيه، وان دي ما تبقاش الشده الاولى معالي الوزير واول اسبوعين ثلاثه اربعه بس، لا كمل على كده عشان حتى تبقى قدوه لباقي الوزراء والمحافظين ورؤساء الاحياء. انا في رايي ان المسؤول اللي بيقعد على مكتبه كتير لازم يتحاسب، لانه معناه انه ما يعرفش اللي بيحصل بره، وما دام ما يعرفش اللي بيحصل بره يبقى مش مسؤول. الكلمه اسمها كده، انا مسؤول. طب روح شوف اللي انت مسؤول عنه، تابع اللي انت مسؤول عنه، لكن انت مش مسؤول عن المكتب. نلتقي بعد الفاصل. استمرارا للجهود الأمنية لمراقبة الأسواق ومواجهة جرائم الغش التجاري والسلع منتهية الصلاحية والتي تضر بصحة المواطنين، قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بحملة أمنية مكبرة بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية، أسفرت جهودها عن ضبط 11 مصنعا لإعداد وتعبئة الأسماك المملحة، بداخلهم تم ضبط نحو 105 أطنان أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك قبل طرحها بالأسواق استغلالا لإقبال المواطنين الكبير عليها خلال أعياد شم النسيم. وتم ضبط 123 قاضية حماية ثروة سمكية وحماية بيئة. مسؤول مطحن بمحرم بيك بالإسكندرية يقوم بطحن الأقماح المخصصة للتجارب التمهيدية وتعبئتها داخل أجولة مدون عليها بيانات المطحن وطرحها للبيع دون التأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. هذه هي المعلومات التي وردت لمديرة أمن الإسكندرية، وعلى إثرها تم استهداف المطحن وضبط المسؤول عنه وضبط 320 جوال دقيق يزن 16 طن، هو ناتج من القمح المخصص للتجارب التمهيدية بالمطحن، والذي لا يجوز بيعه لاختلاطه بمخلفات المعدات الجديدة أثناء التجارب، ما يعرض حياة المواطنين للخطر. تتصدى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لتجار وحائزي المواد المخدرة، حيث تواصل توجيه ضرباتها إليهم وعلى إثرها يتساقطون تباعا. فالإدارة استطاعت وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات أمن الإسكندرية ومطروح والدقهلية ضبط 151 تربة لمخدر الحشيش و 8300 قرص مخدر بحوزة عدد من الأشخاص بنطاق هذه المديريات في أكمنة أعدت لهم، حيث أقروا جميعا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار. 626 فرعا لكبرى السلاسل التجارية منتشرة على مستوى الجمهورية مشاركة في مبادرة كلنا واحد بتوفيرها السلع الأساسية للمواطنين بتخفيضات تصل إلى 30% تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية لأجهزة الدولة بالتخفيف عن كاهل المواطنين. وقد حرصت وزارة الداخلية على المشاركة الفاعلة في هذه المبادرة وأهلا رمضان من خلال 132 منفذا لأمان التابعة للوزارة، يتم من خلالها طرح السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة تلائم المواطنين تزامنا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك وبجودة عالية تفوق مثيلاتها خارج إطار المبادرة. كما افتتحت الوزارة عددا جديدا من منافذ أمان لتحقيق الانتشار الكبير لها وبما يضمن الوصول بالمنتجات المخفضة لشريحة كبيرة من المواطنين، حيث تم افتتاح 9 منافذ بالقاهرة بحي الأسمرات ومدينة الشروق ومدينة نصر وحي الجمالية، وافتتاح 4 منافذ بالإسكندرية بمنطقة غبريال وميدان محطة مصر. اليوم النهاردة فعلا بمنتهى الدقة دخول الأطفال هيلعبوا جميع الألعاب مجانا، توزيع وجبة إفطار واحدة ونص، توزيع وجبة الغذاء وجبة ساخنة الساعة 6 في زواج 120 عريس وعروسة هنا فقط. أنحاء الجمهورية فيها 500 عريس وعروسة. احنا دول بقى نبتدي من حوالي 3 أو 4 أشهر التنظيم أكثر من 4000 جمعية في أنحاء جمهورية مصر العربية عشان نجمع 500,000 طفل. عاملين حسابنا إن احنا نأمن كل اللي موجودين داخل الملاهي، لأن احنا طبعا بنأمن الحدود الخارجية والبوابات وبنأمن تواجد الأطفال على الألعاب. ده بالإضافة لأن احنا بيبقى أجهزة الأمن إذا كانت مديرية أمن الجيزة أو اسم 6 أكتوبر في خدمة بتطلع من الأمن العام ومن إطفاء ومن يعني من جميع الأجهزة بيبقوا معانا هنا في نفس اليوم يعني. واليوم بعدي ما بحصلش فيه بأمر لأي مشاكل. الحمد لله، يعني النهاردة يوم الاثنين 16
انا عن نفسي ده يوم الاتيم السادس ليا. انا بشكر جامعه الامان ان انا موجود في الوقت ده، والاطفال اللي احنا شايفينها يعني حاجه يعني سعاده مبهره. جمعيه الامان هي وقفت معانا بصراحه، وانا مبسوط بصراحه يعني الحمد لله. احنا بس في التجهيزات من امبارح وطبعا ما نمناش، وانا بشكر كل اللي وقفوا جنبنا سواء من اهلنا او من يعني غير اهلنا، وجمعيه الارمان طبعا هم ناس محترمين جدا. الحقيقة أنه أي مجهود بيبذل علشان إسعاد الناس لازم يبقى مجهود يذكر فيشكر، ولما يكون المجهود ده لإسعاد مش كل الناس بشكل عام، لا إسعاد الناس المحتاجة السعادة، محتاجة الفرحة، محتاجة لنظرة اهتمام وعناية ورعاية، ومحتاجة في بعض الأحيان حد بس يقول لهم إحنا معاكوا إحنا هنا، حد بيطبطب بس، فده لازم يبقى مسلط عليه الضوء ويستحق التقدير والإشادة، زي اللقطات اللي احنا شفناها دلوقتي لتنظيم جمعية الأرمان لاحتفالية بيوم اليتيم وإسعاد عشرات ومئات من الأطفال في هذه الرحلة الجميلة اللي قضوها يوم كامل في دريم بارك. ثم مساء إسعاد 120 عريس وعروسة، ده بس هنا، وزي ما اتقال في التقرير 500 عريس وعروسة على مستوى الجمهورية. تخيلوا انه معنى اللي احنا شفناه ده ان في 500 عريس وعروسه، يبقى 250 بيت اتفتح بفضل توفيق ربنا اولا، ثم بفضل ناس بتفكر ازاي تساعد الناس. اللواء ممدوح شعبان مدير جمعيه الارمان معي على الهاتف. مساء الخير يا ممدوح بيه. مساء الخير حضرتك استعمل ان شاء الله، يعني وعد من سيادتك السنه الجايه تكون مشرفنا وتسعد الناس كلها بوجودك معانا في يوم اليتيم ان شاء الله. ده وعد ليا، ولو عايزنا اتجوز كمان معاهم هتجوز. لا تحضر بس يا فندم، شكرا رب العالمين. انا بشكرك، والحقيقه جهد محترم، وانت عارف ان انا شهادتي مجروحه في جمعيه الارمان لانها من الجمعيات اللي طول الوقت بتشتغل وفعلها هو اللي بيعلن عنها. كلمني عن هذه الاحتفاليه وابرز ما خرجنا به من نجاحات. انا بس باكد مع حضرتك الصوره أصدق من أي كلام. نعم. صورة 120 عريس وعروسة، صورة عشرات آلاف الأطفال، صورة الأطفال وما بيلعبوا، ده يعني الحمد لله رب العالمين. إحنا ابتدى اليوم جميل، دخلوا الأطفال خدوا وجبة إفطار ثم وجبة غذاء كاملة، ولعبوا في كل الحديقة في جميع الألعاب. ثم كان بعد كده في المساء 120 عريس وعروسة، يعني 60 بيت. وطبعا إحنا كل واحدة كل عروسة بتاخد شيك باسمها، ممكن وجه قبل 10,000 وجه بعد 7,000 زائد الهدايا العينية اللي خدتها. طيب. ان شاء الله بيفرحوا، و500 واحد من اهل العرسان بالكامل، يعني 5 من اهل العروسة و5 من اهل العريس. طيب. كانوا حاضرين الامهات والعمات والبناء وكلهم، وشفتوا حضرتك كانوا بيفرحوا قد ايه وكانوا قد ايه مبسوطين. صحيح. وبناء عليها فندم ان الحمد لله بتطلع ونقول لها ادي الشيك اهو، هاتي الحاجات اللي ناقصاكي، هاتي الحاجات اللي تشتريها. منهم اللي بيروح بيت الزوجية في نفس اليوم، ممكن بيروح تاني يوم تالت يوم، كانت ناقصه تلاجة بيصرف الشيك ويجيبها، او غسالة او بوتاجاز. فالحمد لله رب العالمين. وطبعا سيادتك عارف يمكن الارمان دقيقة في الكلام. اهم حاجة ان لازم بيجيب عقد القران مكتوب القسيمة فيها صورة العريس وصورة العروسة، زائد حضور الاهل تماما، زائد انها بتاخد شيك باسمها. طب انت ممدوح بيه بتدوا الشيك للعروسة اللي انت مش واثقين في العريس؟ احنا هو زواج يتيمات وطبعا عليهم كلهم، لكن طبعا تحمل العيب الاكبر تجيب الحاجات اللي هي المطبخ بالكامل كل حاجة. مظبوط مظبوط. وزي ما سيادتك قلت بالضبط، ده بس فقط في دريم، لكن في جميع المحافظات بيتم هذا السيستم تماما، افطار ولعب اطفال غذاء، زائد بقى سبق من حوالي شهر لبس جديد لمجموعة كبيرة قوي من الاطفال. والله يا تامر بيه، مش انا بروح اقول له خد لبسك، بيروح بنفسه. هي. يختار الكوتش، يختار البنطلون، يختار التيشيرت، يختار البلوفر، يختار الشراب. وانا الحقيقه طبعا يعني الزواج الجماعي ده شيء رائع، والتيسير الزواج وفتح البيت واقامه الاسره ده ثوابه كبير عند ربنا، لكن كمان
فكرة إدخال السعادة والبسمة ونظرة الاهتمام على الأطفال خصوصا اللي حرموا من أبائهم أو أمهاتهم، مش عايز أقول لك أنا عارف هم ممكن يكونوا محتاجينها قد إيه وبيفرحوا بها قد إيه. والله حضرتك كلامك ده مش دقيقة، كنت معانا والله. أنا متأكد. بنت جميلة بتقول أجمل حاجة النهاردة، أنا حسيت إن بابا موجود معايا. الله. وقالتها، ويمكن في بعض القنوات التلفزيونية قالتها. الله. يعني قالت أنا حاسة إن بابا معايا، إن أنا مش لوحدي. هو لا يشعر بالشيء إلا من حرم منه يا ممدوح بيه. ربنا يكرمك فندم، ويكرم كل الإعلاميين، ويكرم كل القنوات الفضائية، ويكرم كل إنسان بيظهر العمل الإيجابي، بيظهر المجتمع المدني. أنتم أصحاب الفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى، وأنا بحب طول الوقت أرجع الفضل لأصحابه، بشكركم وبحييكم، وما عنديش كلام غير أن أنا أقول استمروا وكتروا كمان على قد الخير اللي موجود عند المصريين. أنا متأكد أن احنا ممكن نسعد أكبر عدد ممكن من محتاجين هذا الخير. بشكرك شكرا جزيلا ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأرمان، وطبعا بشكر كل القائمين على جمعية الأرمان كلهم الحقيقة بيشتغلوا بتطوع وبحب وبرغبة وبقدرة يستحقوا التحية والإشادة. وأنا بعتبر نفسي يعني عضو كمان في الأرمان في أي شيء بيحتاجوه أنا تحت الأمر. طيب هنكتفي من هذا القدر من الأخبار، هنروح لفاصل، بعد الفاصل بقى نبدأ الخناقة الأسبوعية تامر وياسمين. فرحان سيبونا نفرح بقى مرة. ايه هو الكاس ده طالع من عينيكو؟ ده انا من ساعة ما اتجوزتك والزمالك مكسبش مرة واحدة يا نحس. نحس؟ انا نحسي يا علي؟ طب واستحملت كل ده مع النحس ليه ما تطلقني؟ لو انت جدع صريح بقى طلقها، ولا جوزها واحد اهلاوي اصيل. بقى روح جوزها ايفونة. طلقها وحجوزك واحدة زمالكوية اصيلة. بقى كده يا جوجو؟ بقولك طلقني يا علي طلقني. طب روح يا منت طالع يا انجي. ما تصلوا على النبي يا جماعة، ده ما كانش ماتش. طلقتني يا علي؟ مشاهدينا ومشاهدي قناة النهار، مساء الياسمين، واهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة مع تامر وياسمين. النهاردة انا لابسة احمر مش تضامنا لكن تعاطفا مع جمهور الاهلي بشكل عام ومع تامر امين بشكل خاص. مساء الخير يا تامر، وانت لابس ابيض النهارده، حاجه في منتهى الروح الرياضيه، ما بيشوفوش اللي بيحصل قبل الحلقه. تعاطفا مش تضامنا، لا يعني لما تعملي حاجه حلوه كمان لازم تبوظيها. لا اتضمن في ايه؟ يعني ايه اتضمن في ايه؟ في موضوع الريمونتادا اللي بيقولوا ايه؟ ايه الريمونتادا ده؟ ايه الريمونتادا ده يا اخويا؟ ده بيعملوا جنبه ايه؟ اللي هي اللي كامباك، بيعملوا جنبه رز ولا مكرونه الريمونتادا ده؟ لا ريمونتادا بالبطاطس، بس المهم انها تحصل. لا والله صينية بطاطس مع ريمونتادا يوم السبت وهترزق من واسع وهتشوف. خيالات. انت عندك امل ان انتوا تجيبوا 6 جوان؟ مش مهم. امال ايه المهم؟ المهم انه الاهلي يظل الاهلي. ما احنا كنا بنقول الكلام ده. أيوة. بتتريقوا علينا. لا. الزمالك يمرض ولكنه لا يموت. لا. سنظل اوفياء. لا. كل الشعارات دي عمر ما هنسمعها دلوقتي. عمر ما اهلاوي يطلع على لسانه كلمه سنظل اوفياء. اوفياء ليه؟ امال يعني ايه الاهلي سيظل الاهلي؟ ما هي بصياغه اخرى. لا. ان احنا هنظل الاوفياء للكيان المعنوي العظيم اللي اسمه النادي الاهلي اللي احنا بنشجعه. لا احنا الاهلي سيظل الاهلي يعني هزيمه كبيره زي اللي حصل بخمسه ولا تاثر فيه ولا عارفه ازاي بالظبط. شيل التراب كده يا خبر ابيض. وبعدين بيحصل ايه بعد ما يعمل التراب؟ بس خلاص الجاكيته بترجع نظيفه. يبقى انت بس بتشجع النادي عشان زي ما احنا بنقول بقى زي ما الزملكاويه بيقولوا اللي هي روح التشجيع الحقيقيه. أيوة. بنشجعه عشان يكسب مش عشان بيكسب. المقوله دي احنا كنا بنقولها كان الاهلاويه بيتريقوا علينا. لا ما هو انا بشجع فرقه. انت بتقول ده بصياغه. أيوة مختلفه. يا لما تبقى في سقطه دروبايه لكن كل 4 ايام دروب اشجع ايه بقى؟ سقطه ايه ودروبايه؟ انت مش دريان باللي بيجرى؟ ايه اللي بيجرى؟ ايه اللي حصل؟ هو ماتش ولا هو كان 4 ماتشات ورا بعض؟ يا عيني 10-0 15-0 هو ماتش سقطة. لا مش فالأهلي هو ماتش. لا فرحنا لا لا كتير. لا الأهلي مستوى سيء جدا من أول الموسم. لا مش ماتش واحد. لا ولا حاجة. لا مش حقيقي. أنت خلاص أنت دخلت في مرحلة الوهم اللي مش هو حقيقي. مرحلة اسمها عدم التصديق. مش حقيقي. النهاردة الأهلي بطل أفريقيا في الفوليبول، بطولة أفريقيا. الأهلي وهو مغمض كده الساعة 3 الظهر راح مشوار وجاب الكاس ودخله البطولة. يا سلام. طب ما الزمالك لسه واخد بطولة أفريقيا في الهاندبول. لا في السوبر، خد السوبر. طب يعني بس لو هنتكلم بقى على الالعاب دي، ملوك الصالات
ملوك الصالات هو الزمالك، ما تتكلمش في موضوع ايه الصالات. صدقت قبل بالله، عايزه اقول لا اله الا الله. لا اله انت عامله زي احمد الطيب. طبعا انت ما تعرفيش مين احمد الطيب. لا عارفه احمد الطيب. احمد الطيب المعلق الرياضي اللي هو حدك ما حصلش. ملوك الصالات انتوا جبتوا الكلام ده منين؟ هو مش في ارقام؟ ارقام البطولات. ايوه بص، طول عمر الزمالك ملك الصالات. انهي صالات؟ الباسكت وفي الهاند بول. بقول لك ايه؟ انهي صالات والنادي؟ لو هنتكلم عن الخرافه والخزعبلات، هو مش في ارقام؟ الخرافه والخزعبلات يعني بيروج لها الاهلاويه. لا خليني بقى هنا، لان انت يعني جيت على المنطقه فعلا اللي هي اللي وجعاني يا من سيدتي زمان. الجميله الخرافه والخزعبلات. انا اخش اقول انا ملك الشاشه، انا وحش بأمارة ايه؟ مش في ارقام؟ مش في بطولات؟ ما هو في ارقام وفي بطولات، ملك بيتجاهلها بقى بأمارة إيه؟ الاعلام الاحمر ها بيتجاهل الارقام والبطولات. زي اسطوره ال6-1، اسطوره ال6-1، الهزيمه المروعه 6-1. الحقيقه أيوة. الحقيقه أيوة. اللي بيتم طمسها عمدا ان في هزيمتين كبيرتين في تاريخ الاهلي والزمالك، اللي كان مهزوم فيهم هو الزمالك، هو الاهلي مش الزمالك. سنه 1942 في تحديدا في 2 يناير 1942 الزمالك كسب الاهلي 6-0، وفي جون الاجوان جابها زامورا، حلمي زامورا، الكابتن حلمي زامورا. سنه 1944 في 6-0 ثانيه. اما بقى ماتش 6-1 ايوه اللي الجيل الحديث ما بيسمعش غير عن 6-1، ماتش 6-1 ده مش كان سنه 2002؟ سنه 2002 الاهلي لم يكسب اي بطوله في مصر. مش مهم، الكاس خده الزمالك، والدوري خده دراويش الاسماعيلي. بس بطوله افريقيا خدها الاهلي. مين بقى اللي بيعمل خزعبلات وهمبكه؟ يعني انا عاجبني قوي الرصد التاريخي اللي انت بتقوليه ده. سنه 42 لما كانت الكره لسه مربعه ما اتدورتش، ولا انا ولا انت ولا ابويا حتى حضر البطوله اللي بتقولي عليها دي. كانت الكره والله ساعتها مربعه. لا يا حبيبي الماتش موثق، وممكن اجيب لو موثق. لو امهلتني بعد الفاصل هجيب لك اسماء اللاعبين اللي احرزوا الاجوال. انا على فكره ما عنديش شك ان ممكن اللي انت بتقوليه ده يكون حصل. لا هو مش ممكن، هو حصل. حصل، بقول لك كانت الكوره لسه كانت بتاع العرضه خشب مش المونيا. ايه ده معناه ايه اللي بتقوله ده؟ معناها ما كانش ماتش يعني؟ لا كانت كوره ثانيه، كانت لعبه ثانيه. ستك بقى وستي ممكن يقعدوا يغلسوا على بعض فيه. حلمي زامورا لما كان كابتن حلمي زامورا ابو الزمالك العظيم كان بيلعب، ما كانش فيه كوره. انت بتسمي ان الوقت ده ما كانش كوره، كانت كوره مربعه. ما حضرتوش وما تعرفوش، ما تعرفوش، لكنه موثق. ده كان الحكم ده بينزل، الحكم بينزل بقميص. ماليش دعوه، بينزل الحكم كان بينزل بقميص وشورت زي الجيبه كده، بينزل بجيبه اصلا مقلمه. ماليش دعوه، ده تاريخ ما ينفعش تطمسه، لكن بيتم طمسه عام. طيب انا بقول لك اهو، ما تقوليش بقى انا بقول لك اهو اساطير وخزعبلات. انا بقول لك اهو ياسمين يا بنت الخطيب، دي مش اساطير وخزعبلات. ده انت حتى اسمك على اسم رئيس النادي الاهلي كده كيبه. اسمك ياسمين، اسمك ياسمين زامورا ولا اسمك ياسمين الخطيب؟ بس عايز يوقعني في الغلط. كل الاحترام، كل الاحترام لكابتن محمود الخطيب. أيوة لانه علم ورمز من رموز أيوة الكره المصريه كده. انا بقول لك اهو قولا واحدا، طق الحنك بتاعك انت واحمد الطيب في فكره ملوك الصالات دي مش موجوده بالارقام. روحي جوجل. احنا ابطال اليد، انت عارفه الاعلان بتاع تريزي جي اللي هو بيفتي تريزي جي اي حاجه بيفتي فيها. انا ليا موقف شخصي مع موضوع ابطال الصالات ده، لان انا طول عمري انا بنت نادي الجزيره وبشجع الزمالك، فببقى دايما في البطولات ببقى في صراع نفسي ما بين اشجع مين. تمام. وانتهى الصراع بفوز الزمالك واصبحت الزملكاويه صرف. فانا عارفه ان دايما ماتشات الباسكت اللي انا كنت بتابعها يعني في طفولتي وفي مراهقتي، ماتشات الباسكت كانت بتنتهي عند الجزيره والزمالك. والاهلي عاده كان بيطلع بدري بدري يعني. هو انتوا الصالات عندكم باسكت؟ لا انا بقول لك مثلا لعبه من اهم لعب الصالات الباسكت. يا ستي انت عايز ايه؟ انت وصلت بيك الحاله اللي انت قاعد بتتخانق على الباسكت والهاند بول؟ لا انا وصلت بيا الحاله للوهم اللي بيعيشوا فيه نفسكم. يعني بغل بقول لك احمد الطيب طبعا هو صديق وانا بحبه، احنا برضه بتوع الوهم. بقول لك في ماتش كوره كده قال لك ايوه والزمالك ملك الصالات. ملك الصالات بأمارة ايه؟ مش فيه يا جماعه احصاء؟ روح الاتحاد الافريقي. بأمارة على فكره الارقام، كل شيء موثق. بأمارة ايه اللي هو كده. ايه احنا بنهمبك برضو. بقول غلبناهم مرتين يا جماعة، سنة 42 وسنة 44 6-0، وهم ماسكين في 6-1. حصلت سنة 2002 وما خدوش في السنة دي ولا بطولة، لا كاس ولا دوري. خلي اطلع اللي جوا. لا انا انت اللي حالتك بقت صعبة قوي لدرجة ان انت فرحان قوي من قبل التصوير، فرحان قوي. يا حرام ان انتوا جبتوا جون في مصر المقصة. لا عندك حق، المفروض احسن. لا يعني الموضوع لا يستحق كل هذه الفرحه. لا فرحه كبيره، فرحه عارمه. قال ما هو ده اللي انت مش هتفهميه. انت مش مهم، خلينا في موضوع الحلقه بدل ما نروح لمصر المقصه. خلينا نتكلم في موضوع الحلقه، احنا كنا جايين نتكلم عن الروح الرياضيه.
تخيلوا دي الروح الرياضيه اللي موجوده. الروح الرياضيه. لا احنا عايزين نتكلم فعلا عن الروح الرياضيه بس بشكل موضوعي. لان يعني انا شفت جزء ليك على اليوتيوب بتلوم فيه الاستاذ عمرو اديب انه يا بنتي ما تخليها في موضوع الحلقه. لا لا ما هو ده جزء من موضوع الحلقه. لا مش موضوع. انا بتكلم دلوقتي الزوج والزوجه طلعين عمرو اديب. لا لا احنا هنتكلم عن الروح الرياضيه. لازم تفهم ان احنا لو هنتكلم عن الروح الرياضيه سواء بين الزوج والزوجه بين الزملاء بين اي حد لازم نتكلم بشكل موضوعي. فكره الروح الرياضيه المثاليه هو انت بعد تعليه الصوت على فكره ده ممكن ما يخليكيش تفتحي بقك. بص بس فكره الروح الرياضيه الفكره المثاليه خلينا دي في موضوع الحلقه يا بنت الحلال. ما هو ده جزء موضوع الحلقه. طب انت اللي جبتي لنفسك بقى اتفضلي. فكره الروح الرياضيه اللي مفيش روح رياضيه اتفضلي قولي اللي انت عايزاه. فكره الروح الرياضيه اللي احنا عايزين نتناولها بشكل مثالي ملهاش وجود لان جزء كبير من متعه التشجيع متوقف على التنافسيه واللي بيقولوا عليه ايه بالتعبير الشعبي كده النكش اللي بين المشجعين من فريقين مختلفين. فما ينفعش تقول لي روح رياضيه وانا اتضامن مع الاهلي والاهلاويه يتضامنوا مع الزمالك لما يكون بيلعب باسم مصر. ده كلام كله شعارات بنرددها لكن الحقيقه ان ده ما بيحصلش. مش هجاوبك وخش في موضوع الحلقه. ما هو ده موضوع الحلقه. موضوع الحلقه الزوج والزوجه لما يكون انتماءاتهم الاخر ايه علاقه دلوقتي الروح الرياضيه بعمر اديب بتامر امين لما تكون انتماءاتهم مختلفه المفروض يبقى في روح رياضيه. لا ما هو ده اللي احنا بنتكلم عنه. احنا بنتكلم على فرق الانتماءات الرياضيه جوه المنزل بيعمل مشاكل ومين اللي بينتصر فيها وازاي الناس تعرف تمشي الدنيا. ايه علاقه دلوقتي تمشي الدنيا بايه؟ تمشي الدنيا يعني ينفع الزوج والزوجه يبقوا على وفاق ويبقوا في سعاده واحد اهلاوي جدا وواحده زملكاويه جدا او العكس؟ هو ده السؤال. لما الحلقة يبقى فيه بقى لما يبقى فيه روح رياضيه هو ده اللي احنا بنتكلم عنه. لا على لما فكرة يكون في حب ايه علاقه الروح الرياضيه بالقصه؟ الحلقه دي اسمها الانتماءات والزواج. مفيش روح رياضيه انسي روح رياضيه. انا عايز اتوقف على الحته دي. مفيش روح رياضيه. لا فيش روح رياضيه في الحلقه دي. انا مش عنوانها الروح الرياضيه. طيب خليني اسالك انا مش عارف ايه علاقه الروح الرياضيه. خليني اسالك ومين اللي قالها يا جماعه بره ان الحلقه دي عن الروح الرياضيه؟ اشوفه بس اللي قالها جمله. خليني انا اسالك فضلي. بين الزوج والزوجه لو الزوجه زملكاويه والزوج اهلاوي انا رايي انه في وضع زي الوضع اللي احنا فيه في احداث زي الاحداث اللي احنا بنمر بيها دي تفتكر الوضع انا رايي ان العيشه صعبه لانه لو الانتماء الرياضي عند كل واحد منهم فظيع زي الحاله اللي احنا فيها دي انا وانتي تخيلي ان اللي احنا بيحصل بينا ده هو اللي بيحصل في البيت. فانا ماسك نفسي عشان احنا على الهوا. لكن لو انتي ومراتي ومقفول علينا البيت كنت هتطلع دلوقتي ب 14 بشله هنا على قدك. لا صعبه. لو الانتماء حقيقي مش مجرد ان الزوجه بتحب الاهلي او بتميل للاهلي او الزوج بيحب الزمالك. لا لو لا متعصبين لو متعصبين زينا كده لا انا بقول لك قولا واحدا يعني هتبقى صعبه العيشه لانه الانتماء الرياضي مستفز وزي ما انت قلتي جزء من متعته انه الناس تحفل على بعضها وتغلس على بعضها. فلما مراتي وانا مغلوب فرقتي مغلوبه وتغلس عليا وتحفل عليا مش هستحملها. طب ولو عكسناها يعني لو انت اللي بتحفل عليها شغال ما انت بقى الجواب انت الزوجه. لا انا بكلمك انا بقول لك انا كراجل انا معرفش يعني تفكير الانثى بس انا كراجل زوج قاعد في البيت والاهلي والزمالك بيلعبوا وانا اهلاوي وهي زملكاويه والزمالك كسب المفروض الطبيعي ان لو مراتي ملهاش انتماء المفروض انها تاخدني على الهادي وما تزعلش يا حبيبي وتعالى اخرج اعشيك بره عشان تنسى وبتاع. فتخيلي بقى بدل ما تعمل كده تبقى هي زملكاويه وفرحانه واقفه قدامي بتتنطط تقول لي طبعا على فكره دي حاجه مستفزه جدا لان الواحد اي اول حاجه الواحد فيه انا بهرب من صحابي الاهلاويه لما بنكون مغلوبين. انا بهرب من صحابي الاهلاويه انا بقفل الفيسبوك فما بالك لو في حد طيب. قاعد لك في البيت. طب انا بقول لك بقى هو الراجل انا بقول لك مش هستحمل وهخبطك بحاجه في ايدي. طب ما تيجي نشوف راي الرجاله ايه. تعال هل الانتماء الكروي بيأثر على العلاقه ما بينك وبين زوجتك في البيت؟ في وقت الماتش فقط. بعد كده خلاص كل شيء راح لحاله. اسم حضرتك؟ انا زيكو. كابتن زيكو ما بتلعبش الماتش ليه؟ ده الزمالك جاب جونين حبسان يا بيه. هل الانتماء الكروي كان شرط من اتمام العلاقه في البدايه ما بينك وبين زوجتك؟ هو عامه يعني ما كانش اللي هو ما كناش مهتمين في الاول. بس دلوقتي عشان احنا خسرنا 5-0 يعني لحد الان منكده عليا. والله هو منكده عليا. لحد الان. كل لما اجي اتكلم معاه ما انتوا خسرتوا 5-0 ما انت قاعده ترتاح لي بتدي لي قاموس يا جدعان قاموس كده لغه وبتديني بقى
ماسك عليا والله لو ماسك عليا زلة مش هتعمل كده. كام دول يا؟ خمسة يا معلم. ودول يا؟ خمسة يا معلم. من ساعة ما خطبت وانا خطيبتي بقت ايه؟ ما كانتش تعرف برضه حاجة عن الكورة، بس جينا اتخانقنا في مرة عشان هي مقتنعة ان عمرو اسمه ده عمرو جمال أحسن مني. عمرو جمال بذمتك عمرو جمال أحسن مني؟ ده أنا أمور. عمرو جمال احسن مني نقعد اسبوع متخانقين بيصابوا عمرو جمال؟ ده انا النسوان هتقطع بعضها عليا. ما تقول لها يا عمي. اقول لها ايه؟ اول حاجه ما شفتهاش اكذب يعني؟ لو تقدمت البنت وانتمائها الكروي مختلف عنك تماما هتكمل ولا تنسحب؟ لا طبعا مش هكمل. لا انا اسمح لك تقولي اي كلمه وحشه عن اي حد، عني شخصيا، عن امي، عن ابويا، انما عن الزمالك ما اسمح لكيش. خط احمر تقطم خطين حمر ما تتكلمش عن الزمالك. لا هكمل حضرتك طبعا، عشان ما فيش حاجه اسمها انتماء كروي وكده والكلام ده. هنكمل وممكن نعدي الحاجات دي بعدين مع بعضين، ما فيش اي مشاكل يعني، عشان بحبها يعني، ده حب. انا قلبي كان حاسس ان انت بتحبيني، اذا فانت تنششي بشاشه الحب وتحلسي بكل ما كان الفؤاد كما انتسي. لو انت اهلاوي ومراتك زملكاويه او العكس، العيال هتطلع بتشجع مين؟ هو دايما الاولاد بيميلوا للاب والبنات بالعاطفه للام، ولكن انا عندي في البيت حصل كده ان الاولاد والبنات اهلاويه. لا العيال يطلعوا يصدقوا يشدوا ابوهم اهلاوي يبقى اهلاويه، وهي المدام لو انا اهلاوي تطلع اهلاويه برضه. لو لا قدر الله حصل والاهلي جاب جون وقعدتوا تهيصوا وترفعوا الاعلام وتعملوا الشويتين بتوعكم دول، انا هحرمكم من المصروف وهديكم بالجزمه. بالجزمه. لما بتتخانقوا بسبب الماتش بتصالحها ازاي؟ بصراحه احيانا بسيب البيت وانزل عشان ما يحصلش مشاكل، او ببوسها سامحيني كده كلمه طيبه كلمه حلوه يعني، ده اللي بيحصل، وبسيب لها البيت وبمشي عشان ما يحصلش ضرب يعني. جون. لا مش جون، اوفسايد. لا مش اوفسايد، جون. مش فيه بس قال اوفسايد. طب هو يعني ايه اوفسايد اصلا؟ لا ممكن اصالحها بقى بعزومه بخروجه عشان تفك بره عن الماتش بقى، حصل اللي حصل في الماتش وضايقت في الماتش. لو مراتك مالهاش في الكوره بتتصرف معاها ازاي عشان تنزل تخرج يوم الماتش؟ بضحك عليها باي حاجه كلمتين حلوين وبنزل. بس ده انا عامله لك فشار. محبوش. اقعد هتحبه. اتفضل. يا عيني يا عيني يا عيني على الولد. بتتفرج على الماتش فين؟ يعني لو الاهلي بتفرج عليه في البيت، اي ماتش عادي اوروبي بتاع ممكن اتفرج عليه في القهوه يعني. على القهوه عند عم موسى عشان التشجيع وكده، الناس بتبقى هناك كتير وانا بحب اللمه وكده. شفت اللي قال لك العيال هيطلعوا اهلاويه زي، وهي كمان اصلا هتطلع. انا بقول لك لا، عند الراجل ما فيش هزار في النقطه دي، لانه المفروض ان انا معتبر ان انا باعتباري انا الزوج وانا رب الاسره وكده، فايه فمراتي تحتويني. اه يعني لما عارفه انا عايز اقول تحتويك تغير هويتها الكرويه. لا مش انا، مش فكره الجبر على بس انا بقول لك على الحاله الصعبه دي. تخيل انا عندي مشكله في الشغل وراجع البيت بتخانق مع زملائي وعندي مشكله كبيره في الشغل وبتاع، فالطبيعي ان مراتي ما تصدعنيش ولا تستفزني. هي كمان بيبقى عندها مشاكل في المطبخ وبتنظف البيت وبتذاكر العيال. تخيلي بقى ان انا عندي مشكله في الانتماء والكيان اللي انا بشجعه وحصل له، يعني مثلا زي ماتش بتاع 5-0 الاسبوع اللي فات ده وانا قاعد في البيت وبتاع، فبعد ما الماتش خلص انا مش طايق. ابتسمت ازاي ماتش 5-0؟ ابتسمت قوي. مش طايق حد يبتسم الابتسامه الساقعه دي. اه والا هديله في طقم اسنانه. فتخيلي بقى مش مراتي كمان تسكت، لا ده تيجي تقول لي ايوه فرحانه فيكوا. لا طبعا بقول لك هتاخد باقرب حاجه وتقسم لها وشها نصين. طب ما هو العكس صحيح، بس انا عايزه اعقب على حاجه في التقرير. العكس صحيح ايه يعني؟ انت حضرتك هتخبطيني بحاجه؟ لا انا كمان هبقى يعني شعره بضيق ومتضايقه يعني. انا كمان داخلي. انا كمان كزوجه عندي مسؤوليات، عندي المطبخ وعندي مذاكره العيال وعندي حاجات كتير، مش فكره ان الراجل مضغوط عشان الشغل، هي كمان مضغوطه في شغل البيت. ها ومش طايقه. مش في قاعده بتقول لك الناس على دين ملوكهم؟ اه صح. يبقى الزوجه لازم تبقى على دين جوزها. مش على دين جوزها دي على فكره مش شتيمه، ده كلام. مش هرد. انا مش هرد. لا انا هعقب على حاجه. انا اهلاوي، ولادي اهلاويه، ما ينفعش مراتي تطلع زملكاويه. مين قال ان ولادك هيطلعوا اهلاويه؟
نعم. على فكره مش بالضروره ان كلنا طلعنا لا، هو في حاجه حلوه الزملكاويه بيعملوها، ان هم بيطلعوا اولادهم اهلاويه عشان يطلعوهم احسن منهم. دي حاجه انا بحترمها في الزملكاويه، وعشان العيال تفرح. بص انا سكت ازاي، لان مفيش حاجه، مفيش حاجه يترد بيها طبعا. بص 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 يا استاذ تامر، الاختيار دايما بيتم بناء على انتصار حصل قدامك. يعني كلنا غالبا اطفال بيبقى غالبا شفت ماتش. شوفي لما بتقولي كلام عاقل، بتقولي كلام عاقل بتفق معاكي، لكن تهزي مستحيل اتكلم معاكي. ايه الهزي اللي تم في لا الحلقة. اول 20 دقيقه كان هزي، بس دلوقتي ابتديت كلام. اول 20 دقيقه دول، طب ماشي انا لما اروح بس هطلع الاسماء بتوع الهدافين بتوع الاجوان وهوثقها. هتوثقيها؟ هوثقها على الصفحه. اوكي. وبمناسبة ان اللي بيشوف انتصارات الاهلي بيبقى اهلاوي، واللي بيشوف انتصارات الزمالك في طفولته بيبقى زملكاوي، اعتقد ان في جيل كبير هيطلع زملكاوي بعد هيطلع ايه؟ بعد الموسم اللي احنا بنشوفه ده، بعد ماتش الخمسة. لسه مولود يوم السبت اللي فات بس، لا يعني لا. هو جيل يوم السبت بس اللي هيطلع زملكاوي، الجمعة والحد اهلاوية عادي. لسه لا بس استني، انا عندي فضول لسه. الايام الايام وبيننا. قبل ما تقول ان احنا عايزين نشوف عايز تقول لي نشوف ايه؟ عايز اشوف، انا عندي فضول عايز اعرف راي الست، لان التقرير اللي فات سالنا. ما هو بقى بمناسبه راي الستات، التعقيب اللي كنت عايزه اقوله على التقرير، السؤال بتاع يعني ايه اصلا اوف سايد؟ فكره ان الست ما بتفهمش في الكوره، الستات ما بيعرفوش يسوقوا، ما بيفهموش في الكوره، دي دول خرافتين زي بتوع السته واحد كده. بس انا هسكت اهو عشان رجعت للهزي اهي، رجعت للهزي. الستات بيعرفوا يسوقوا على راي ياسمين. في ستات بيعرفوا، في احصائيه عالميه، في دراسه عالميه بتقول الستات بيعرفوا يسوقوا احسن من الرجاله. بصوا يا جماعه، انا ما بحبش افشي اسرار، خصوصا لما اكون اسرار خاصه يعني. انا يوم ما اتعرفت على ياسمين وكان يوم احمر. كان انا بحاول افتكر ايه علاقه. انا ساكت عشان اخليكي تقعدي تاكلي في بعضك. بس يوم ما اتعرفت عليها، فما اعرفش كنا في مكان فين وقاعدين بنعمل اجتماع عشان نعمل الاول حلقه بينا في روتانا ومش عارف ايه وبتاع. وخلصت الاجتماع، بقول لها فرصه سعيده بقى يا استاذه ياسمين ومش عارف ايه، ونلتقي ان شاء الله في الاستوديو. فقالت لي معلش انا هتقل عليك، بس ممكن توصلني؟ فقلت ايه بقى المطاعه اللي من الاول دي؟ فقلت لها حاضر، قالت لي بس عشان عربيتي بايظه وبتاع. فماشي، فوصلتها. عربيتي بايظه كانت جايبه في تيس، فين المشكله في ده؟ اسمعوني بس، اللي جايبه في تيس دي. فوصلتها. المهم وصلتها لحد باب البيت، مش مهم بقى اقول لكم البيت فين. فلقيت كيان، لقيت كيان ما عرفتش احدد ده مركبه فضائيه ولا ده سياره ولا دي موتوسيكل ومتقفل. لقيت حاجه كده راكنه قدام باب البيت. فبقول لها الله، ده مين اللي عنده الشكرمنت ده؟ قالت لي دي عربيتي. ما فيش حاجه فيها صح. يعني لا فانوس في مكانه ولا اكسدام واقف. كان بقى لها معايا 5 سنين عشان ست موفره، كان بقى لها معايا. ولا بقى لها معاك 50 سنه. 5 سنين ما تغيرتش. ده هيكل حولت العربية. من جيب في 127. اقسم لكم بالله ما في ملامح عربيه واقفه على حيلها. انا ما يهمنيش القصه دي كلها. اصل الفتيس، اصل الفتيس قلت لها فتيس ايه يا بابا، انت محتاجه عربيه. طب انا ما يهمنيش القصه دي كلها غير حاجه واحده. انه ايه؟ ان انا ما قلتلكش اصلا وصلني، انت اللي عرضت توصلني. وتعالوا نشوف راي انا اللي عرضت اوصل. انا يعني البنزين مقطع بعضه قوي. هل الانتماء الكروي بيأثر على العلاقه بين الزوجين؟ اكيد لا، يعني الكرة اكيد مش هتخسر حد مراته ولا حد تخسر جوزها علشان الكرة، اكيد لا، يعني يخسروا بعض عشان حاجات تانية. لكن مش الكرة يا وليه، مفيش بيت تحت سقفه اهلاوي وزملكاوي غير لما يحصل فيه مشاكل اتحاد الكرة ذات نفسه ما عرفش يحلها. لو انت اهلاوية وجوزك زملكاوي او العكس، العيال هيطلعوا بيشجعوا مين؟ بيشجعون انا طبعا، يعني الاهلاوية طبعا. والا يعني انا هقول لهم لو انتم ما شجعتونيش انا وسبتوا بابي، انا مش هسكت لهم، يعني مش هاكلهم. اهلي اهلي اهلي، ادخلوا ذاكروا بطلوا دعوات. انت اللي بطل تشجع كوره وشجع الاهلي، بدل ما انت على طول زعلان كده خليك تفرح شويه. ايه هي الطقوس اللي جوزك بيعملها اثناء الماتش؟ يعني بيجيب حاجه ساعه كده كبيره، ولازم يجيب سجاير كتير عشان بيطلع عصبيته فيها. تمام. طبعا لازم اكون واخده ولادي في اوضه تانية. ايه اللي يخلي الراجل ما يتفرجش على الماتش في البيت؟ علشان مراته بتبقى ماسكه الريموت اكيد. بس فمش هتخليه ان هو يعرف يتفرج على الماتش بسهوله، يعني اكيد هتقلب على مسلسلات تركي او هندي. مهند داني، نفسي اعرف يفرج عني ايه الواد ده؟ يفرج ايه؟ هل الانتماء الكروي كان شرط من اتمام العلاقه في البدايه ولا لا؟
انا هقول لك حاجه، انا بابايا واخويا زملكاويين جدا جدا، يعني انا لو جالي واحد مش زملكاوي واحد كره تانية تقريبا هيترفض بسبب كده، دي حقيقه. انا زملكاوي اصيل. امسك بنتك عبير، ومستحيل اتخلى عن حبي ليها، مستحيل كمان ان اتخلى عن حبي للزمالك. لا عادي يعني، ما كانش في تنشل بنفس عشان خاطر الموضوع، يعني كنا واخدين الموضوع ببساطه يعني، بس هو اهلاوي وانا حبيت يعني ان انا اعرف هو ايه وانا ايه، واتفقنا يعني. لو اتقدم لك حد وانت مول كروي مختلف عنك هتكملي ولا هتنسحبي؟ هكمل. اكيد مش ده اللي هيخلينا ننسحب يعني، مش ده اللي هيخلي انفصال. انا مش اهلاويه يا مختار. ايه؟ انا زملكاويه حتى النخاع. حتى النخاع؟ ايوه. زملكاوية خيرية؟ أيوة. وبتفصليها في وشي؟ أيوة. لما جوزك أو خطيبك فرقته بتخسر بتعملي إيه وإيه رد فعله؟ هو بيتعصب يعني، بيبقى متضايق، فأنا بتصل بيه يعني بتريق عليه شوية، يعني بعصبه أكتر، بعدين لما بيتعصب قوي بحاول أهديه يعني. أهلي إيه وزمالك إيه اللي هيموتوا نفسهم عشانهم؟ البلد دي ما فيهاش غير الإسماعيلي. إسماعيلي وبس؟ أيوة. الدراويش. كفاية بقى. خدتوا مننا إسلام الشاطر وعماد النحاس وبركات وخالد بيبو. عايزين ايه تاني بقى؟ الدراويش! الدراويش وبس! لا اله الا الله! الدراويش! الدراويش! الدراويش وبس! المشهد ده بيموتني ضحك. مشهد تحفة، مشهد تحفة. بس الستات والله يعني الستات عاقلات اللي انا شفتهم في خايفين يا عيني. عشان كده بقول لك ما ينفعش يبقى الطرف اللي المفروض هو اللطيف الحنين اللي بيطبطب يبقى هو الطرف المستفز في البيت اللي هو الست الزوجة، تبقى كارثة يعني. انا لا اتخيلها ان مراتي تبقى زملكاوية والله. ما لا، لو عرفت قبل ما كنت تخطبها ان هي مثلا زملكاوية متعصبة، لا كان ده كان يعرقل الجوازة ولا ما يفرقش؟ انا بالنسبة لي يعرقل. لا معقولة؟ والله. يعني تفتكر وبتتريق علينا عشان موضوع الابراج؟ لا، ما خدي بالك. ليه يعرقل؟ علشان جزء اساسي من متطلبات الزواج هو التفاهم. فالتفاهم ده المفروض يكون في حاجات كتير، يعني بيقول لك دايما لازم يبقى في اقتراب او مقاربه كده في المستوى المادي، ما يبقاش واحد غني قوي وزوجته فقيره قوي او العكس، عشان يبقى الاثنين تقريبا عايشين في نفس المستوى المادي، يبقى في تفاهم ثقافي، ما يبقاش واحده جاهله وواحد متعلم او واحد جاهل وواحده متعلمه ومعاها دكتوراه. فالتفاهم ده والتقارب ده لازم كمان يبقى في الاهتمامات والهوايات، يعني ما ينفعش انا ابقى بحب الخروج والفسح والرحلات وهي بتحب البيت والقرايه. لا بس هما في الحاله دي لما هي بتبقى حتى هي زملكاويه متعصبه هو اهلاوي او العكس بيبقوا مجتمعين على نقطه تانية مهمه وهي حب كره القدم والتشجيع، يعني ماتشات بقى ماتشات مصر كلها هيتفرجوا عليها، ماتشات الدوري الاوروبي، يعني هيبقى في متعه كبيره جدا في ان هما مشتركين في دي. بس الخناق هيبقى اكتر من المتعه، لانه ماتشات الدوري كل 3 ايام، فكل 3 ايام في خناقه لرب السماء. لكن ماتشات المنتخب بتبقى مره كل سنه ولا مره كل بطوله افريقيه. لكن انا بقول لك في رايي، وده مش عيب انه لما يكون فيه، بس لازم يكون فيه تعصب اللي هو تحيز بتعصب للفرقه. انا بنصح المخطوبين ان هم يركزوا في النقطه دي لانها واحده من الاهتمامات اللي لازم يبقى فيها تقارب. لا مش للدرجات دي. اسمعي كلامي، بتحصل مشاكل. انا بقول لك انا واحد من الناس المفروض ان انا متفتح شويه ومتعلم ومش عارف. انا بقول لك لو مراتي كانت طلعت زملكاويه متعصبه مش عارف والله كنت عملت يعني. انا بقول لك انا لحظه واحده بتخانق من شويه على كده بعد ماتش الخمسه ده في ناس كتير قوي فركشت. ممكن يعني. انا بقول لك اصل انا اللي خلاني اقول ده، انا ما كنتش مجهز الرد ده، بس اللي خلاني اقول ده المناكفه اللي احنا عملناها في بدايه الفقره. وبجد بجد مش هزار، وانت عارفه انا ما بكش يعني. لولا ان احنا على الهوا كنت قمت كلتك. قمت جلتني ايه وانا هسكت لك؟ كنت خدتك بالترابيزه في استاذ تامر. بقول لك ايه، خدتك بالترابيزه بالعوده يا شبح. بأمارة ايه يعني؟ احنا اصلنا اليومين دول يومنا بقى برضه بالعوده الصلاه، بالعوده لموضوع ملوك الصلاه وبالعوده لما سميته انت خزعبلات. اسمح لي بما ان لسه معانا شويه وقت كده اهو، اقول للساده المشاهدين او اوثق على الهوا الاجوان اللي انا ذاكرتها. ماتش الزمالك والاهلي سنه 1942 2 يناير 1942 6-0. هقول لكم مين اللي جاب الاجوان. عبد الرحمن فوزي هدفين، عبد الكريم صقر هدفين، عمر شندي هدف، ومحمد
حلمي زامورا هدف. 2 يونيو 1944 برضو ماتش الأهلي والزمالك 6-0، اللي جاب الأهداف محمود حافظ زقلط 3 أهداف، استحيمي هدفين، وعبد الكريم صقر هدف. كلام ده موثق وكلام تاريخي ولا يمكن ابدا طمسه. تقول لي بقى بنقول على نفسنا ملوك الصالات، بنقول على نفسنا مش عارف ايه، الاعلام ركز على موضوع على ماتش 6-1. وخليني برضو اؤكد ان ماتش 6-1 ده كان سنه 2002، سنه 2002 الاهلي كان انتصاره الوحيد هو انتصاره على الزمالك، لانه ما خدش الدوري، الدوري كان من حظ الاسماعيلي، والكاس كان من حظ الزمالك. الشرف الوحيد اللي ناله الاهلي سنه 2002 هو فوزه على الزمالك، وهو شرف لو تعلمون عظيم. واحد من اللي جاب الاجوان اسمه زقلط؟ هنبقى انا بس السؤال، واحد زقلط ده لعيب كبير؟ ايه؟ زقلط ده لعيب كبير. لعيب كبير؟ اه لعيب كبير، ورمز. انا بسال سؤال، رمز من رموز الزمالك. لو دخلنا في الاسماء هنخسر برضه، هنطلع على فكره، هنطلع من الاستوديو خسرانين الجمهوريه. انا سالت انا وانت انا سالت سؤال، في واحد من اللي جاب الاجوان اسمه زقلط؟ ايوه اسمه زقلط. صدقتيني ان الكوره كانت لعبه ثانيه غير اللي احنا بنلعبها؟ صدقتي ولا ما صدقتيش؟ زقلط ايه يا استاذ؟ مع كامل الاحترام لكل الناس، انا ما ينفعش يعني اتكلم عن تاريخ سنه 40. ليه سنة 40 مش كان في كرة قدم في مصر؟ مش كان في بطولات؟ مش فاكرها، معرفهاش، ماليش دعوة. انت تعرفها؟ ابويا الله يرحمه هيقولي معرفش. يعني بعد 10 سنين ايوه ينفع نقول ان احنا لا الجيل الجاي يقول لا انا ما كنتش اعرف، ما كنتش موجود؟ قصدك بعد 70 سنة مش بعد 10 سنين؟ لا على بعد 70 سنة. ده كلام معلومات تاريخية موثقة. كنت عايشة وقت بيبو وبشير، بيبو والجون، بيبو لا وبشير، بيبو والجون. لا انا ما كنتش لسه اتولدت. ما كنتش لسه ايه يا نجمة؟ ما كنتش لسه اتولدت. ده انا كنت واقف انت في المدرجات وكان عندك 40 سنة، بتهزري؟ انت كنت واقفه جنب بيبو على طول وبشير. ال التاريخ بمن حضره، بمن حضره. ينفع انا كده دلوقتي على الاحتلال الانجليزي في سنه إيه؟ ده اي كلام؟ اديك قلت يعني هو الاحتلال الانجليزي ينفع ننفي؟ ايه ننفي ثوره 1919 عشان ما حضرناهاش مثلا؟ لا ما حصلش، ما لناش دعوه، ما شفناش. تاريخ، ما هو ده تاريخ برضه. لا انا بكلمك بقى عن الحاضر. الستة صفر مرتين دول تاريخ برضه. ايوه بالظبط، انت عايشه في التاريخ، انا عايش في الحاضر، هو ده الفرق. انا عايش في الحاضر. الحاضر الحاضر كله خمسة. أفراح، الحاضر 5-0. افراح افراح أهلوية. الحاضر 5-0. ما انتوا اتغلبتوا من كوباسي 5 برضو، وهنشوف موضوع. مش اتغلبتوا في كوباسي؟ ده كان في الماضي، مش انت اللي بتقول لي. برافو عليك. احنا اولاد النهارده. النهارده احنا اولاد النهارده. الاهلي هو بطل الدوري حتى اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها دي. الاهلي هو حامل اللقب وبطل الدوري، صح؟ والاهلي هو نادي القرن. نادي القرن كويس. نادي القرن ده. والاهلي هو ملوك الصالات، ولو كرهت ياسمين والطيب الاثنين في يوم واحد. يا عيني يا عيني. انا على فكره انا مش هرد. طب ما تخلي بتوع التوثيق اللي بيبعتوا لك ما يوثقوني كده بتوع. لا على فكره ده مش ده مقال انا كنت كاتباه. ده يعني من بنات افكار حضرتك الزملكاويه. مقال كاتباه. مقال انا كاتباه بعد ما رجعت لعده مراجع ومقالات تاريخيه. صح. على فكره هو الكلام ده مش موثق. عامله زي سمير غانم. انا قريت مره في مجله صوماليه انه الراجل زي الكلام ده. الكلام ده مش موثق تلفزيونيا. اكيد في اكيد في شرايط تلفزيونيه موثقه الماتشات. طب مش احنا هنعيش ان شاء الله يا رب يا رب اليوم الاربعاء اللي جاي؟ انت عارف انت بتعمل ايه؟ انت عايز تنفي الحدث. يعني الحدث اللي هو معروف بدون تفاصيله. طب انت عايز تنفي بتاع تيشيرت الزمالك والحلقه زيرو بتاع الدوري الاربع اللي جاي، ربنا يحيينا. لو ياسمين جابت يوم الاربع اللي جاي ما يدل على الهقص اللي هي بتقوله ان الزمالك هو ملوك الصالات، انا هطلع اعلن انتماء النادي الزمالك. حلو كده يا شباب. فريق بقى، فريق عمل بقى، ها؟ عايزين كده ايه؟ دراسه كافيه وافيه فيها كل بطولات الزمالك في اليد والسلة والفولي بول كله بقى. ملوك الصلاة. ماشي ملوك الصلاة. انا والله اسكت يا لساني. والله بص انا ساكته. انا ساكته والله في الحلقه دي ولطيفه، لان انت ساكته. انا مقدره حالتك النفسيه. طيب. انا مقدره حالتك. ممكن نختم انس عشان ما ارتكبش جنايه خلال دقيقه واحده؟ من قبل ما نبتدي الحلقه، من اول ما لقيتك والله العظيم بتهلل وفرحان عشان جول ماتش مصر المعاصه، قلت لا ده العمليه اتدهورت خالص. لو دي مراتي في البيت كنتوا طالعين عليها بكره عمر مكرم. نختم بقى الحلقه واحنا هنكمل على فكره يا جماعه. تصبحوا على خير، احنا مكملين مع بعض. نشوفكم الاربعاء الجاي.